ده بقول لك في البدايه وشك حلو، يمكن تحقيق النتيجتين صعدنا الحمد لله الى دور ال 16. ظروف كانت صعبه جدا اتكلمنا عليها استاذ ابراهيم، الاكسجين والارضيه الملعب، لكن النادي الاهلي الكل كان على قلب رجل واحد في هذه المباراه. الحمد لله. يعني قد تكون نتيجه المباراه كمباراه مفرده مش مرضيه قوي لجمهور النادي الاهلي، لكن كمجمل الحمد لله الغرض من المرحله دي اتأدى، ان انت توصل لدوري المجموعات، ان انت تبدا في يناير مع بطوله، تستكمل البطوله في دوري المجموعات بالتدعيمات الجديده، بعوده كم المصابين اللي موجودين عندنا، هيبقى في شكل تاني للنادي الاهلي النهارده. بس حضرتك بتقول الجو، أرضية الملعب غير طبيعية، وشفناها حتى في حركة اللعيبة في إعاقة ليها في الكورة، ما فيش تحكم. رغم كده كمان اللي أصعب من كده التوقيت الصعب اللي جه فيه الهدف الأول، يمكن صعب المأمورية، لكن معدن لعيبة النادي الأهلي ظهر في الشوط الثاني، تمسكوا ووقفوا على رجلهم. وكنا قريبين جدا من التعادل وتحقيق الفوز يعني لو ربنا وفقنا، لكن ما فيش نصيب الحمد لله. لكن الغرض اتأدى من المهمة دي، هننظر لل بعد كده وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. لابد نشكر اللعيبه لان الظروف كانت صعبه، مش الظروف المناخيه ولا الظروف الفنيه، لا كمان لعيبه راجعه من اصابه، عدد الدكه البديله كمان علينا 2 حراس مرمى متواجدين، الامور كانت صعبه جدا يا ابراهيم. بيه لعيبه يمكن فعلا اثبتت النهارده كالعاده ان في شخصيه النادي الاهلي وبتلعب بروح فانيله النادي الاهلي. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، النهارده لو حضرتك خدت بالك في اكتر من لعيب بيلعب مش في مكانه، ويعني واكتر من لعيب بيلعب في اخر ربع ساعه مش قادر يقف على رجله، مش ناقص تمرين ولا اي حاجه، انما ده الظروف انك تلعب 2000 متر فوق سطح البحر. الناس اللي متخصصه في الرياضه واللي متخصصه في المجال ده هتفهم كويس قوي يعني ايه الكلام ده، انك تلعب 90 دقيقه بمجهود غير طبيعي، والفرقه اللي قدامك قد تكون كره القدم العشوائيه اللي بتلعبها برضو بتاثر، لانك بتخليك تجري اكتر وبتبذل مجهود اكتر، فاثرت عليك. لكن في لاخر لحظه ما حدش من اللعيبه استخسر مجهوده، حتى احنا شفنا اسلام محارب وشفنا اكتر من لعيب بيقع ويصاب ويصمم انه ينزل ويستكمل المباراه، لان هم لعيبه عارفه ان هم اللي هيرفعوا اسم النادي الاهلي، وعشمنا فيهم كبير ومتحملين مسؤوليه. لعيبه النادي الاهلي طول عمرها رجاله وبتثبت انها رجاله في كل موقف صعب، بشكرهم رغم النتيجه قد تبدو انها غير مرضيه، لكن الظروف صعبه جدا. المرحله اللي جايه والتحديات اللي جايه والصعوبات اللي جايه بنشوفها ازاي مع فريق النادي الاهلي ومع قطاع كره القدم والنشاط الرياضي، يمكن بنحط كل النشاط الرياضي وكره القدم بشكل عام، لان الفتره اللي جايه محتاجين الفرحه، محتاجين بطولات من جديد للنادي الاهلي وايضا كمان للالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه. خلينا نقول الاول كره القدم، لان هي فكت الالعاب كلها وهي اهم اهتمام للجمهور ومحبي النادي الاهلي، ولا كل اهتمامهم طبعا بالالعاب الاخرى، لان الجمهور دايما بيحب النادي الاهلي فوق منصات التتويج دايما. عايز اقول ان ما اعتقدش ان احنا هنكون في ظروف اصعب من اللي احنا فيها، اي يعني اي ظرف هيجي مش هيبقى اصعب من اللي احنا فيه كفرقه كوره. انت النهارده عندك كم مصابين غير طبيعي، حتى اللعيبه اللي جايه معاك النهارده لسه راجعه من الاصابه، فما كانش يعني برضو كابتن يوسف ما كانش عايز يخاطر باللعيبه، وبنشكره على كده، لان مدرب غيره قد يخاطر ببعض اللعيبه، لكن هو تحمل مسؤوليه برجوله وكلف اللعيبه اللي جاهزه. بس اعتقد نقص عددي غير طبيعي، لعيبه بتلعب في غير اماكنها. مع بداية شهر يناير إن شاء الله التدعيمات الجديدة، الأربع صفقات هتكون انضمت للفريق وعلى حسب اختيار المدير الفني، مدير الفني من يوم 28 بإذن الله هيكون موجود وهيتولى المسؤولية، مع عودة كتير من المصابين إن شاء الله ودخولهم يعني فورمة المباريات بقى إن شاء الله مع ضغط المباريات، هتبتدي تشوف شكل الأهلي الحقيقي. برضو زي ما قلت قبل كده وبكررها تاني، مش عايزين نقصه على لعيبة النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي اتحطت في ظروف لو أي فرقة غير فرقة النادي الأهلي وأي لعيبة غير لعيبة النادي الأهلي اتحطت فيها، كنا بنشوفهم وشفناهم قبل كده بنتائج يعني مش عايزين نتكلم على غيرنا، لكن النادي الأهلي كبير كبير ولعيبته لعيبة محترمة ورجالة بتتحمل مسؤولية، ولما بيطلب منها تحمل مسؤولية بتلاقيها موجودة زي النهاردة. بشكرهم وبشكر الجهاز الفني، ويعني أنا ليا بس يعني تعقيب صغير، إن أولاد النادي الأهلي فعلا بيبان معادنهم في الظروف الصعبة. انا بشكر جدا كل الجهاز الفني بلا استثناء، لكن بخص واحد من الجهاز الفني اللي هو كابتن عادل مصطفى، اللي هو عارف انه راجع النهارده ومش هيبقى مكمل مع الفريق الاول، لكن لاخر لحظه بيبذل كل مجهوده وما بيستخسرش وموجود، وجندي من جنود النادي الاهلي في اي موقع بيطلب منه. بشكره، بشكر كابتن محمد يوسف لقيادته للنادي الاهلي، ويعني انه قدر يغير دفه الخسائر اللي قد نكون تعرضنا ليها او الهزه اللي حصلت، ورجع النادي الاهلي
لمكانه الطبيعي، اللي جاي افضل وبطمن الجمهور. اما بالنسبه بقى للالعاب الثانيه ان شاء الله باذن الله، برضو الهاندبول ان شاء الله يعني يمكن يبقى فيه تغييرات وفي بعض التدعيمات احتمال تبقى موجوده، في برضو احتمال يبقى فيه تعاقد مع احد المديرين العالميين، مديرين فنيين، في اهتمام بصفه عامه. لكن يعني احنا لما بنيجي ندير اي ملف رياضي بيبقى هدفك الوحيد هو الانتصار والتتويج. فان شاء الله بنوعد الجمهور ان السنه دي هتكون سنه سعيده باذن الله، وكل عام وانتم طيبين. سنه 2019 باذن الله هنتقابل وهنبقى فوق منصات التتويج، وفرقه الكوره بدعمكم ومؤازرتكم ليها، ونمشي ورا جمهور النادي الاهلي، ما نمشيش ورا كلام احنا عارفين اغراضه ايه، محدش يهزنا، يبقى عندنا ثقتنا في فرقتنا، ثقتنا في نادينا، ثقتنا في ادارتنا، ثقتنا في كل المنظومه اللي جوه نادي الاهلي. هنتوج باذن الله وهنحتفل مع بعض ان شاء الله بالدوري والكاس وبطوله افريقيا ان شاء الله. كده ابراهيم بيبقوا دايما موفقين ان شاء الله. شكرا كابتن ميدو، وشكرا لتغطيتكم، ودع اهدنا بقناه الاهلي، اشكركم. بنوجه اكيد كل التحيه والتقدير للاستاذ ابراهيم الكفراوي رئيس البعثه وعضو مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما اكد يا كابتن ميدو المرحله اللي جايه مرحله هامه لفريق النادي الاهلي لقطاع كره القدم، الالعاب الجماعيه، الالعاب الفرديه، وبياكد كمان على ان جمهور النادي الاهلي لابد يكون دعم وسند حقيقي لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، وده عهدنا بجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. منتظرين جمهور النادي الاهلي في المباراه الداخليه، في المباراه القادمه عايزين الجمهور يرجع تاني لمدرجات النادي الاهلي، محتاج جمهوره بشكل كبير جدا، وجمهور النادي الاهلي محتاج لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا ليك يا كريم، وشكرا